هو عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد الكتيني الرواس، وزير الإعلام الأسبق في عمان، وأحد وزراء الإعلام العربي. كان مستشار السلطان للشؤون الثقافية في عهد السلطان قابوس بن سعيد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. ولد الرواس عام 1945 في صلالة الوسطى. بدأ حياته الدراسية في مدرسة السعيدية بصلالة، ومن ثم سافر إلى الكويت وانخرط في السلك الدبلوماسي هناك. وفي عام 1970 وعندما استلم الحكم السلطان قابوس بن سعيد، عاد إلى وطنه وتدرج بالمناصب إلى أن تقاعد بتاريخ 1 إبريل 2020 بعد أن أتم العقد الخامس في القطاع الحكومي. عندما عاد إلى سلطنة عمان تم تعيينه بوظيفة مساعد والي ظفار لفترة وجيزة، ثم انتقل إلى العمل في القطاع الإعلامي بوظيفة ضابط إعلام، وكانت إحدى المهام المنوطة هي كتابة وتوزيع المنشورات الحكومية على الأهالي في مناطق الاشتباكات بين الجيش والميليشيات المسلحة والتي عرفت بثورة ظفار، وكان يجوب المناطق العسكرية أثناء الحرب، لدرجة أنه نجا من الموت بإعجوبة بعد أن سقطت إحدى الطائرات العمودية التي كان يستقلها. وبعد التحاقه بعدة دورات مكثفة في الإعلام والاتصال الجماهيري، تدرج في سلم الوظائف من مدير إعلام ظفار للعمل بوظيفة مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية بمسقط، ومن ثم تعيينه وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية بتاريخ 1 يناير 1976 لفترة، إلى أن أسندت إليه الحقيبة الوزارية وأصبح وزيرا للإعلام والشباب في 22 من مايو لعام 1979. ومنذ تاريخ 23 من مايو لعام 1982 نقلت الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب من وزارة الإعلام وشؤون الشباب إلى وزارة التربية والتعليم، وثم تغيير المسمى إلى وزارة الإعلام. من أبرز الأعمال التي قام بها على صعيد الوزارة إنشاء دار لصحافة تتبع وزارة الإعلام بمسمى دار جريدة عمان 1980، إحكام نظام القطاع الإعلامي في وزارة الإعلام 1983، الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني من عام 1983 إلى عام 1997، تأسيس اللجنة العليا للتخطيط الإعلامي 1984، إنشاء قانون المطبوعات والنشر عام 1984، إنشاء وكالة الأنباء العمانية 1986، إنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان 1997، إصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية عام 1997، تأسيس نادي الصحافة عام 1998. بعد الجهود المثمرة التي قام بها كرئيس اللجنة الوطنية للحفاظ على الآثار في ظفار، بدأ على الفور بتنفيذ أعمال مهمة في مواقع تاريخية وتراثية في السلطنة، ولقد أسندت إليه العديد من المواقع التي قام بتطويرها والتي ساهم في إدراج العديد منها ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي، من أشهرها منتزه البليد الأثري والذي أدرج ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. منتزه سمهرم الأثري أدرج ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. موقع وبار الأثري أدرج ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. محمية أشجار اللبام بوادي دوكا مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. موقع سلوت الأثري، القائمة التمهيدية للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، تمهيدا لتسجيله مستقبلا في قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.